بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبابنا الكرام، حديثنا اليوم حول استعداد الجيش الصهيوني لوجستيا من حيث إطلاق عملية للسيطرة على أعمال المقاومة في الضفة الغربية. أذكر في العام 88 بعد أشهر من انطلاق انتفاضة الحجارة، كنا في زيارة لأحد الأصدقاء في مدينة نابلس، وجرى حديث حول مستقبل الانتفاضة. وكانت في هذه الأشهر الأولى من العام 1988 لم تصل حتى ذلك الوقت الانتفاضة الأولى إلى شوارع الضفة الغربية، حيث أنها ابتدأت في قطاع غزة وتحديدا في معسكر جباليا على خلفية حادثة المقطورة وما تبعها من أحداث. الحديث الذي كان يجري في اللقاء كان حول مستقبل الانتفاضة ومستقبل العمل العسكري في الضفة الغربية وقطاع غزة. وكان الحديث للأخ من نابلس أنه التقى بأناس في الأردن، وجرى هذا الحديث أيضا بينهم في الأردن حول مستقبل العمل العسكري في قطاع غزة. وكان هناك شبه إجماع، من غير الممكن أن يكون هناك مستقبل للعمل العسكري في قطاع غزة، لسبب بسيط أنه المنطقة جغرافيا لا تساعد على استمرار العمل العسكري الذي كان يتصور في حينه أنه يحتاج إلى مناطق جبلية بحيث يستطيع المقاتلين والفدائيين الاختباء من الملاحقة والانطلاق من تلة إلى تلة ومن مغارة إلى مغارة كما هو الحال في الضفة الغربية، ويستطيعوا أن ينفذوا هذه العمليات العسكرية التي يريدونها. فكان هناك شبه اتفاق بين الآراء على أن المقاومة في الضفة الغربية لها بيئة أفضل من المقاومة من بيئة المقاومة في قطاع غزة من الناحية الجغرافية. الآن بعد مرور هذه السنوات، نتحدث عن 34 عام من ذلك التاريخ حتى اليوم أو أكثر، ورأينا أن المقاومة على عكس ما كان يتوقع لها عنيفة وقوية، حتى أصبحت غزة بفضل الله عز وجل وهي حاضنة المقاومة الفلسطينية في العقدين الأخيرين قلعة شماء، تحطمت على أبوابها وعلى حدودها كل صولات الجيش الصهيوني. هذا الجيش الذي قيل أنه لا يقهر قهر في غزة بفضل الله عز وجل. الآن مع تصاعد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وتحديدا في جنين وفي نابلس، يناقش الصهاينة مسألة استعدادات الجيش الصهيوني اللوجستية القدرة على كبح جماح المقاومة الفلسطينية. وهنا حسب المصادر العبرية، مراقب الدولة في كيان العدو الصهيوني واسمه متانيهو إنجلمان، حذر من عدم جهوزية جيش العدوان الصهيوني لوجستياً بشكل يضمن استمرار تنفيذ مهامه ضد مراكز المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية. هو عجز خلال السنوات الماضية في غزة، والآن قبل إطلاق العملية العسكرية في الضفة الغربية التي تحدثوا عنها والتي يقولون أنهم يدبرون لعملية شاملة، هذا مراقب الدولة في كيان العدوان الصهيوني يقول إنه الجيش الصهيوني غير جاهز لوجستيا
بشكل كافي يضمن له الاستمرار في تنفيذ مهامه ضد مراكز المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية. هذا الحديث جاء على موقع القناة السابعة العبرية، وهذا الأمر جاء بعد زيارة مفاجئة لإنجلمان قام بها مؤخرا إلى قاعدة تدريب لواء كفير في الأغوار وقاعدة بكير في شمال الضفة الغربية، وهذه القاعدة مقامة على بلدة ديرستية شمال غرب محافظة سلفيت. هذه الزيارة التي قام بها مراقب الدولة تأتي في إطار التدقيق الذي يجريه مكتب المراقب بخصوص الظروف المعيشية والبنية التحتية لجنود جيش الاحتلال الصهيوني في الخدمة الإلزامية وفي الاحتياط، والتي كان من المتوقع نشرها في الأشهر المقبلة، إلا أن إنجلمان قرر نشرها على الفور، نشر المعلومات حول هذه الزيارة. لماذا يريد نشرها على الفور؟ حتى يكبح جماح العملية. ويقول إنجلمان أنه على الجيش تحسين الظروف اللوجستية للجنود النظاميين والاحتياطيين في الضفة الغربية، ويقول أنه لا يوجد سبب يمنع جنود الاحتياط من تلقي الطعام كما هو مطلوب في الأسبوع الأول من عملهم في ظل توحيد القوة العملياتية. ويطالب المراقب العام الصهيوني وزارة جيش الاحتلال الصهيوني بالتعامل مع هذه القضية المهمة لضمان استعداد جنود الاحتياط والحفاظ على دافعيتهم للقتال والتدريب. ويذكر أوجه القصور التي وجدها في قاعدة لواء كفير، حيث يقول إنجلمان لا يمكننا قبول حقيقة أنه في ظل الحرارة التي تزيد عن 40 درجة مئوية في الأغوار لا يحصل الجنود على حل مياه الشرب التي تصل لدرجة الغليان، أو حل لمكيفات الهواء المعطلة والتي لم يتم إصلاح بعضها بسبب نقص الميزانية، إضافة إلى أن الاستجابة الطبية تحتاج أيضا إلى تحسين. واعتبر أن عدم زيارة الجنود لطبيب منذ أشهر هذا أمر غير مقبول. يعني إحنا نتحدث على قضايا أولية للاهتمام بصحة الإنسان، وهذه الأشياء يعني بتكلم على مياه شرب في الحرارة، يعني 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 تكون صالحة للشرب، مش مياه درجة حرارة 40 درجة مئوية في جو حر. كيف يستطيع الجنود يعني مكيفات؟ تكلم على زيارة الطبيب، يعني هناك إهمال لدى جيش الاحتلال الصهيوني تجاه الجنود. ويقول إنجلمان اشتكى جنود العدو في قاعدة لواء كفير من مرور أسابيع في بعض الأحيان قبل أن يقابلوا طبيبا، في حين أن زيارة طبيب مختص يجب أن تنتظر شهورا. يعني طبيب عادي بقعدوا أسابيع، 3 أو 4 أو 5 أسابيع حتى يشوفهم طبيب، لكن إذا كان هناك طبيب مختص مثلا، واحد عنده مرض قلب، واحد عنده مرض في الجهاز التنفسي، واحد عنده محتاج لطبيب أسنان، هذا الأمر يجب على هذا المريض أن ينتظر شهورا. هذا هو الحال في جيش الاحتلال الصهيوني على لسان مراقب الدولة إنجلمان. ويقول الجنود أيضا أن اللحوم تقتصر على حصة واحدة يوميا وهي ليست كافية، وفقا لهم لا يحصلون على كمية الطعام التي يحتاجونها للحفاظ على لياقتهم، ويواجهون التحديات الجسدية في التدريب لوضع النظافة الشخصية ونظافة الطعام، وتعتبر يعني مستوى النظافة غير كافي، لا في مستوى النظافة الشخصية ولا في مستوى نظافة الطعام. ويقول الجنود أن هذا يضر أحيانا بصحة الجنود، وبالتالي يضر بجودة التدريب الذي يقدم لهؤلاء الجنود. وفي الجولة أيضا كشف المراقب في قاعدة الجولة التي كانت في قاعدة كفير عن عدم وجود مرافق لمياه الشرب الباردة، لذلك غالبا ما يشتري الجنود المشروبات الباردة
من ماكينات الشرب، أو يكتفون بشرب الماء الساخن من الحنفيات، أو يضطرون إلى إحضار مبرد مع الثلج في مطبخ بعيد عن مناطق التدريب. كما قلت، في هناك إهمال كما يقول مراقب الدولة في جيش الاحتلال الصهيوني. وأيضا يشتكي الجنود من خدمات الصيانة التي لم تكن مرضية. على سبيل المثال، يتم تعيين فني مكيف الهواء واحد فقط لكل قاطع عسكري، يعني كل منطقة عسكرية بيكون هناك في فني لتصليح مكيفات الهواء، لذلك لن يتم إصلاح العطل إلا بعد 17 يوما، وتفشل جميع أجهزة التكييف في تبريد غرفة نوم للجنود أثناء الحرارة، وغالبا ما يتأخر تشغيلها أثناء الليل. يعني أيضا في هناك مشكلة، يعني فنيين، نقص في الفنيين اللي مختصين بموضوع التبريد. أما في قاعدة يكير، فتبين أن الكتيبة تفتقر إلى المعدات، وخاصة بعض وسائل القتال والمركبات المتخصصة، مع توقف العديد من المركبات عن العمل بسبب الأعطال وتوقف العديد من الأسلحة التي تستخدم في هذه المعدات. لذلك يقول إنجلمان: الجنود يخشون من أن التدريبات التي يتلقونها في الضفة الغربية لن تؤهلهم إذا اقتضت الضرورة لمعركة في الشمال. وذكر جنود الاحتياط أن معظمهم خدم في لواء جولاني الذي يستهدف في تدريباته المنطقة الشمالية، لكنهم اليوم يعملون في الضفة الغربية. المنطقة الشمالية هي اللي شمال فلسطين المحتلة، يعني القصد هنا المواجهة مع حزب الله اللبناني الموجود في جنوب لبنان. ويقول أنهم اليوم يعملون، هذا اللواء يعملون في الضفة الغربية، ولن يكونوا مؤهلين للحرب في الشمال في حالات الطوارئ. هذا هو وضع جيش الاحتلال الصهيوني من مراقب الدولة إنجلمان. وبالتالي يعني هذا لو جاء أي عرب وكتب هذا الوضع لن يصدق أحد، لكن هذه شهادة من داخل الجيش الصهيوني على أنه هذا الجيش مقهور، وأنه في هناك عدم اكتراث من قادة هذا الجيش، وأنه هذا الجيش مؤهل بجدارة لتلقي هزيمة أمام رجال المقاومة الفلسطينية بإذن الله عز وجل، حتى يندحر عن الضفة الغربية ويتراجع المشروع الصهيوني، وتتم بعد ذلك ملاحقته في باقي فلسطين حتى ينقشع عن أرضنا وتعود لنا بلادنا ومقدساتنا، ويعود إلى بلادنا شعبنا بإذن الله عز وجل. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.